هازارد يصبح الأغلى في تاريخ ريال مدريد، برشلونة يضع شعار روزاليا في كلاسيكو، ابنة رونالدو تتعلم اللغة العربية. هذه الأخبار وغيرها تتابعون على العربية رياضة، أهلا بكم. النجم البلجيكي إيدن هازارد أصبح رسمياً اللاعب الأغلى في تاريخ ريال مدريد، وكان هازارد قد انتقل إلى النادي الإسباني مقابل 90 مليون يورو عام 2019، وبعد مرور 4 سنوات وصلت المتغيرات المدرجة في العقد إلى 60 مليون يورو بعد تتويجه مع الفريق بدوري أبطال أوروبا ولقبين في الليغا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية. يستعد سبوتيفاي الراعي الرسمي لنادي برشلونة لوضع شعار المغنية الإسبانية روزاليا على قميص الفريق الكتالوني في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد، وكان البرسا قد لعب مباراة الذهاب في الدوري وهو يرتدي شعار المغني الكندي دريك، وسيظهر شعار روزاليا على قميص الفريق كجزء من اتفاقية الرعاية بين سبوتيفاي ونادي برشلونة. وبعد نحو شهرين من انتقالهم للعيش في السعودية، نشرت اليوم جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو فيديو لابنتي النجم البرتغالي إيفا وألانا عبر حسابها على إنستغرام أثناء غنائهما باللغة العربية، كما حاولت ألانا تسمية أيام الأسبوع أيضاً.